بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل النهاردة إن شاء الله شابتر القطع اللي احنا ابتديناه المرة اللي فاتت، وابتدينا بالفرق ما بين التشكيل وتشغيل المعادن. النهاردة إن شاء الله هنشرح عملية من عمليات تشغيل المعادن، وهي عملية الخراطة. اللي قدام منكم دي مخرطة، احنا بنسميها في مجال الصناعة أو في مجال العمل بنسميها مخرطة بلدي، لأن حاليا في الصناعة مفيش أي حد بيستخدم المنظر ده من المخارط الا بشكل قليل جدا، او غالبا بتكون في ورش الصيانه اللي موجوده في المصنع اللي هي بتصنع حاجه او اتنين، وما فيش عليها انتاج كمي. لان اي مخرطه عشان تصنع انتاج كمي لازم يكون عندنا مكنه سي ان سي او مخرطه سي ان سي. سي ان سي اللي هي اختصار كمبيوتر نوميريكال كنترول، التحكم الرقمي بالماكينات. احنا عندنا ان شاء الله، انت كطالب في اعدادي هندسه مش مطالب منك ان انت تعرف يعني ايه سي ان سي، انت مطالب منك ان انت تعرف المخرطه اللي هي قدام منكو اللي هي المخرطه البلدي. ان شاء الله لو حبيت تكمل في قسم انتاج هتتعرض لطرق لطرق التشغيل او التشكيل عن طريق السي ان سي. بكل بساطه اللي قدام منكو اسمها مخرطه، تمام. عندنا ظرف، الظرف ده بيلف وفي نفس الوقت متثبت عليه الشغله اللي انا عايزها. واللي قدام منكو اللي اسمه التول بوست، ده بيكون فيه مجموعة أقلام أو أدوات قطع. الجزء ده بيلف، السبندل بتاعه بيلف بوزيت شك، يعني سبندل وتشك يعني عمود دوران بالظرف مع بعضيه، ده اسمه تشك أو ظرف. فبيكون متثبت فيه الشغلة بتاعتي وبيلف، وفي نفس الوقت أداة قطع متلامسة معاه فبتدي تاكل من المعدن بتاعنا. برضو نفس المثال اللي بقوله، أبسط مثال على عملية الخراطة هي عملية البراية. عندك الموس البراية هو ده الحد القاطع اللي هو بيكون متثبت هنا، وايدك اللي بتلف القلم هي الاسبندل اللي بيحرك الايه الرود بتاعه او العمود اللي انا عايز ايه اشكله، تمام. فاحنا بكل بساطة عندنا المخرطة، هنتعرض لاجزاء المخرطة. انت مطالب منك ان انت تعرف ايه اجزاء المخرطة، ازاي اثبت الشغل على المخرطة، ازاي اثبت القلم مع الشغلة، ايه الاوضاع الصح لتثبيت الشغله، انواع الظرف ده التشك اللي بيمسك الشغله في منه نوعين ايه هما. كل ده ان شاء الله هنتعرض ليه النهارده باذن الله، فهنبتدي مع بعض ان شاء الله. دلوقتي احنا عندنا من الكتاب بتاعنا مقدمه، يعني بتقول لك ان في انواع كتيره من المخارط. في مخرطه عامه اللي احنا هنشرح عليها، في بقى مخرطه بعد كده الاوتوماتيكيه، وفي مخرطه ذات التحكم الرقمي اللي احنا اتكلمنا عنها ان هي اللي هي السي ان سي. الاوتوماتيك دي اللي هي المخرطه اللي كانت بيستخدموها في فتره السبعينات كده تقريبا، دي كانت اسمها ان سي ان سي. انما المخرطه اللي حاليا موجوده او الماكينات التشغيل عموما اسمها سي ان سي. الفرق ما بين ان سي والسي ان سي ان في الفتره بتاع فتره السبعينات كان في حاجه زي كروت. الكروت دي كانت بتوصل كروت برمجه، كل الكارت بيبقى يكون عليه برنامج او اوردر للمكنه ان هو تعمله، تمام. حاليا السي ان سي بقى الفرق ما بينها وبين الان سي ان انت بتحط برنامج للكمبيوتر، مش بتبرمج كارت وتحطه في المكنه. فالسي ان سي حاليا هي زي ثوره في الصناعه والانتاج الكمي. زي ما قلت لكم في البدايه ان احنا ما ينفعش ان احنا يكون عندنا انتاج كمي ونشتغل على المخرطه العاديه او المخرطه البلدي، فبنتجه للمخرطه الايه السي ان سي. ان شاء الله هوريكم فيديو يفهمكم الفرق ما بين مخرطه سي ان سي ومخرطه مخرطه قصدي بلدي ومخرطه سي ان سي، تمام. فاحنا عندنا ده الظرف بتاعنا اللي فات، ده الظرف بتاعنا وده الشغله بتاعتنا متثبته معاه، وده زومبا. بعدين العمود بتاعنا بيلف، تمام. وفي نفس الوقت ده القلم، ده المقلمه تول بوست بتاعنا، جواه قلم من جوه اهو متلامس مع سطح الشغله، فبيبتدي ياكل من المعدن بتاعنا ويطلع ايه رايش. دي المخرطه العاديه التقليديه او المخرطه البلدي زي ما احنا بنسميها، او زي ما احنا في الكتاب مسمينها المخرطه الايه العامه. عندنا الشغله بتلف وعندنا قلم متلامس معاها فبتدي ياكل من المعدن بتاعنا. شايفين القلم، شايفين حد القطع بتاعه هو متلامس مع الشغله وبيلف وبيطلع الرايش. طبعا هو كده بيقلل الدياميتر بتاع بتاعنا، يعني ده كان ليه قطر معين وده قطر بتاعه ابتدى يقل. طبعا هو لو عايز ياكل مثلا سنتي او اتنين مش هياكله مره واحده، يبتدي ياخد ملي في اتنين في تلاته ويروح ويرجع يجيب تاني ملي وهكذا على حسب نوع الماتيريال وسرعه المكنه بتاعتي ايه، تمام. كل ده ان شاء الله هنتعرض ليه. فاحنا عندنا دي المخرطه الايه
العامة أو المخرطة البلدي. طب المخرطة السي إن سي عبارة عن إيه؟ ده منتج المفروض إن هو إحنا عايزين نعمله، فإحنا عندنا المخرطة السي إن سي بتكون بالمنظر ده. هنشوف مع بعض. ده عندنا برضو سبندل بيلف، ودي الشغلة بتاعتنا. شايفين؟ شايفين فرق السرعة في التشكيل؟ ده عمود، شايفين؟ بيبتدي ياكل من المعدن بتاعنا، بينزل بيقلل القطر. والتول بوست فيه كذا كذا وظيفة، يعني هنا بيعمل عملية صد، تمام؟ مجموعة عمليات كتيرة بتتم، المهم ان احنا نحصل في الاخر على الشكل اللي احنا قلناه في الاول. في شق تاني بيجي يمسك الشغلة ويسحبها لبره. بعدين في جزء هنا بيقطع، هو خلاص عمل قطعة معينة فخلص القطعة دي وبيعمل عليها تشغيل تاني. فدي مخرطة سي ان سي، دي مخرطة سي ان سي. بدل الفرق ما بين السي ان سي والمخرطة البلدي اللي احنا وريناها لكم من شوية، دي مخرطة عادية خالص بتشوفها في الشارع، ودي مخرطة سي ان سي. طبعا في فرق كبير جدا ما بين سعر المكنة دي والمكنة دي، فرق مهول يعني، تمام. المهم احنا عندنا ايه؟ هنبتدي ان شاء الله مع بعض اجزاء المخرطة، تمام. فاحنا عندنا قبل ما نبتدي، معلش، باجزاء المخرطة، قبل كده احنا كنا اتكلمنا في الشرح اللي فات عن زوايا القطع. قلنا زاوية الخلوص الفا، زاوية الآلة بيتا، زاوية الجرف جاما، زاوية القطع ايه دلتا. احنا في الاول كنا بنتكلم بشكل عام عن زوايا القطع، النهارده احنا بنتكلم عن زوايا القطع في عملية ايه الخراطة. احنا عندنا ايه؟ عندنا الشغلة بتاعتنا بالمنظر ده عبارة عن اسطوانة او عمود مصمت. هو طبعا ده جايب لك سيكشن او جايب لك سايد فيو للشغلة بتاعتنا، وده المحاور بتاع الشغلة، وده القلم الخراطة بتاعنا. فاحنا عندنا ايه؟ اربع زوايا، اربع زوايا. عندنا الخط ده عبارة عن خط وهمي، ده السطح السفلي لأداة القطع. فالمسافة ما بين الخط ده والخط ده، خط ده وده، اسمها زاوية الفا او زاوية ايه الخلوص. هي الزاوية المسؤولة عن تقليل الاحتكاك زي ما قلنا، كل ما تزيد كل ما الاحتكاك بتاعي ايه يقل، تمام. بس هو في حتة كتب لك هنا، كتب لك ومع ذلك فإن زيادة هذه الزاوية أكثر من اللازم يؤدي إلى ضعف أداة القطع. يعني هو بيقول لك هي مسؤولة عن تقليل الاحتكاك بين الشغلة وأداة القطع، تمام، حيث يتلامس الحد القطع مع سطح الشغلة قرب نقطة القطع فقط، مما يقلل من الاحتكاك ويضمن تجنب الزيادة في درجة الحرارة أثناء عملية القطع. طبيعي لما يكون عندي احتكاك عالي هتزيد درجة الحرارة بتاعتي، هيؤدي إن الألم بتاعي يتاكل بسرعة ويبوظ بسرعة. فبيقول لك ومع ذلك فإن زيادة هذه الزاوية أكثر من اللازم يؤدي إلى ضعف أداة القطع وبالتالي تعرضها للكسر والإجهادات العالية. طب ليه لما أزود الزاوية دي أداة القطع بتاعتي هتضعف؟ أقول لك أنا ليه، لأن أنا عندي الزاوية دي لما الضلع ده يرفع لفوق، فرض إن ده ثابت، لو الضلع ده اتحرك كده لفوق فزاوية بيتا دي هتقل، فالألم بتاعي هيكون ضعيف، هيتعرض لإجهادات عالية وهيتعرض للكسر لأن هو بقى حجمه صغير فهيتكسر بسرعة. هتعرفوا الكلام ده هنا اهو، زاويه الاله اللي هي زاويه بيتا، يقول لك هي مسؤوله عن متانه وجسائد ومقاومه الحد القاطع. يعني كلما زادت زاويه الاله زاد العمر الافتراضي للحد القاطع، يعني كل ما الزاويه دي بيتا دي تزيد كل ما ايه الالم بتاعي او اداه القطع تكون عمرها ايه اطول. فانت لما تزود بقى زاويه الخلوص اللي فوق هتقلل دي، تمام. يبقى احنا قلنا زاويه الخلوص وزاويه الاله. طيب ثالث زاويه عندنا اللي هي زاويه ايه، زاويه الجرف اللي هي زاوية ايه جاما، هي تنحصر بين السطح العلوي للعدة او اداة القطع والسطح التخيلي العمودي على سطح الشغلة. يعني انا عندي هنا اهو ده سطح عمودي وهمي على الشغلة وده السطح العلوي لاداة القطع. فالزاوية دي اسمها زاوية ايه جاما. الزاوية دي هي المسؤولة او تسمح زاوية الجرف بانزلاق الرايش بسهولة، ولكن زيادة زاوية الجرف يؤدي الى ضعف الحد القطع. يعني احنا قلنا ان الزاوية دي لما هي لو مش موجودة ايه اللي هيحصل؟ الرايش بتاعي مش هيطلع. طب انا بعمل الزاوية فيه ميل كده عشان خاطر الرايش بتاعي يطلع بسهولة،
وبيقول لك برضو الزاوية دي لو زادت برضو بيتا هتقل، وبالتالي احنا هنرجع للنقطة اللي كنا بنتكلم عنها ان زاوية الآلة هتحصل انها ايه هتضعف. يبقى دي زاوية الخلوص، زاوية الآلة، زاوية الجرف. تمام. رابع زاوية عندنا اللي هي زاوية القطع، بيقول لك هي تؤثر تأثيرا كبيرا على عملية القطع، وهي تنحصر بين السطح العلوي للعدة وسطح الشغل، أي أنها مجموع زاويتي الآلة والخلوص، وتحدد بالإضافة لعامل أخرى شكل وسمك الرايش. أنا بالنسبة لي أنا شايف إن الثلاث زوايا الأساسية هم زاوية الخلوص وزاوية الآلة وزاوية الجرف. زاوية القطع عبارة عن مجموع زاوية بيتا وزاوية إيه ألفا. هو بيقول لك إن هي بتعبر عن شكل وسمك الرايش، يعني هي أنت المفروض أنت لما تقول لي زاوية القطع أفهم إن دي مجموع زاوية الإيه الخلوص وزاوية الآلة، فانا افهم ان لما يكون مقدار قيمه معين او قيمتها حاجه معينه فانت كده بتوضح لي شكل الرايش او سمكه هيكون شكله ازاي. هي مجرد تعبير بس لا اكثر ولا اقل، يعني هي زاويه ايه القطع. فاحنا عندنا طبقنا الزوايا اللي قلناها في مقدمه القطع على عمليه الخراطه. في الامتحان هيقول لك وضح زوايا القطع في عمليه الخراطه، تروح تعمل ايه؟ هترسم الرسمه دي عباره عن دايره فيها المحاور والقلم الخراطه بتاعنا مرسوم تمام، وايه وعندنا ترسم له الزوايا وتقول له كل زاويه عباره عن ايه، زاويه الخلوص ده عباره عن ايه، زاويه الآلة عباره عن ايه، وزاويه الجرف عباره عن ايه. فاحنا لازم نرسم وايه ونوضح. طبعا السؤال ده بيجي بشكل كبير في الامتحان، زوايا القطع الرئيسيه في عمليه الخراطه. هترسم انت المنظر ده الرسمه دي بس، مش تعبر الرسومات التانيه، ترسم الرسمه دي بس وتوضح الرسمه الزوايا، تكتب له زاويه خلوص، زاويه الآلة، زاويه الجرف، وزاويه القطع. يبقى احنا كده اتكلمنا عن زوايا القطع في عمليه الخراطه. هنبتدي بعد كده هنتكلم عن الاجزاء الرئيسيه في المخرطه. احنا قلنا ان عندنا المخرطه بتاعتنا بتكون بالمنظر ده تمام، عباره عن حاجه زي هنا قاعده او فرش، وعندنا هنا هيد ستوك اللي هو الغراب الثابت، وعندنا هنا التيل ستوك اللي هو الغراب المتحرك، وعندنا كارج اللي هي العربه تمام. هنتعرض لكل حاجه. فاحنا اول حاجه هنبتدي بيها هي عباره عن ايه، القاعده او الفرش. شايفين انتوا الجزء ده، الجزء اللي من تحت ده، ده اسمه القاعده او الفرش. كاتبين هو يصنع عاده من الحديد الظهر، ويستخدم في تركيب بقيه اجزاء المخرطه عليه. ده زي البيز او الاساس اللي المفروض ان كل جسم المخرطه، يعني ده القاعده دي كلها هي اللي بيتبني عليها المخرطه، هو اللي بيقف عليها المخرطه، فاسمها قاعده او الفرش او اسمها بيد تمام. فاحنا دي بتصنع عادة من حديد الزهر. ليه من حديد الزهر؟ معروف ان حديد الزهر هو بيمتص الضغط، يعني انت يستحمل ان انت تضغط عليه بشكل كبير، فهو انسب ماتيريال ان احنا نستخدم نصنع منه البيد هو ايه الحديد الزهر. كاتبين لك ايه وظيفه الفرش، هي تلقي القوى والعزوم الناتج اثناء القطع. طبيعي جدا ان انت عندك معدن بيلف وفي حاجه في عامله زي احتكاك او فريكشن معاه، فطبيعي جدا في جهادات بتتولد عندي. فانا عشان الجهادات دي مخلي المكنه بتاعتي تبقى ستيبل او انها ما تتحركش او تتهز من مكانها، فلازم انا الجهادات دي. فانا اقول الجهاد ده ازاي، لازم اكون حاططها على حاجه تستحمل الضغط، فاللي هي ايه القاعده او الفرش. وبتنقل الجهاد من المكنه للقاعده او الفرش، ومن الفرش للارض او للخرسانه او التثبيته اللي انت عاملها في الارض للمكنه. اي مكنه في الدنيا بيكون فيها جهادات لازم تكون ليها قاعده في الارض خالص بتتثبت عليها، سواء قاعده خرسانيه او تثبت باي طريقه تثبيت. المهم ان في حاجه تثبت الماكينه وتمنعها من ان هي تتحرك او يبقى في فايبريشن في الماكينه بتاعتها. يبقى احنا عندنا اول حاجه هي القاعده والايه والفرش. يقول لك كما ان الفرش مزود باربع مجاري او مسارات افقيه تتحرك عليها العربه والغراب المتحرك في مجاريها الخاصه بدقه تبعا للشغله المطلوبه، ويلزم ان يتوافر في المخرطه متانه عاليه ومقاومه كبيره للتاكل ميكانيكي تمام. احنا عندنا طبيعي ان انا لما يكون عندي حاجه، يعني انت عندك ده القاعده والفرش، بيركب عليها حاجه، بيركب عليها التلستوك اللي هو الغراب المتحرك، ويركب عليها العربه. فانا عشان اثبت، عشان اعمل احكام ان الجزء ده ما يطلعش لا يمين ولا شمال، لا يروح كده ولا يجي كده، المفروض ان انا اعمل زي اشكال معينه في القاعده وفي الفرش تثبت الغراب الساب الغراب المتحرك والعربه بتاعتي. ده ازاي؟ بالمنظر ده. شايفين انتوا المنظر ده؟ ده عباره عن شكل هنا. شايفين انتوا الجزء اللي من فوق ده؟ شايفين ده جزء ايه؟ ده شكل رقم 8 اهو، وده رقم 8. يبقى احنا عندنا الشكل المميز ده عباره عن ايه؟ الجزء المتهشر ده الجزء اللي في النص ده عباره عن جسم القاعده او الفرش اللي هو المصمت، الجزء اللي من جوه. انما احنا عاملين قطاع متهشر عشان نوضح لكم الشكل المجاري اللي احنا بنتكلم عنه.
شايفين انتوا شكل 8 ده، وبعدين شكل فلات، وبعدين شكلين 8، يبقى احنا عندنا جزء مميز في الحاجة المميزة في الفرش. ايه انت لما في الامتحان يقول لك ارسم الفرش او اوضح بالرسم الفرش المخرطة، يبقى هترسم المنظر ده. ده مالكش دعوة بالرصاص اللي انا مشخبط فيه من فوق ده، انا بس جايب خط من هنا كده وطالع عليه ونازل وطالع تاني وطالع، عشان ابين لك ان في زي حاجه بتركب على الجزء ده، في جزء بيركب على الجزء ده، وفي جزئين هنا بيركبوا على الجزء ده، عشان خاطر لما يروحوا ويجوا كده. يعني انا لو تخيلكم متخيلين معايا، لو الجزء الاثنين، لو الجزء ده فلات والجزء اللي تحت برضه فلات، يعني ادي عندي فرش المخرطه هنا اهو، شايف رقم 1 و2 ده، ده نهايه الفرش اهو. فانا عندي حاجه من فوق بتتحرك، يعني انا عندي العربه رايحه جايه بالمنظر ده، رايحه جايه بالمنظر ده، تمام. فانا لو الجزء ده فلات والجزء ده فلات، المفروض ان العربه او التلستوك هيتخلعوا من مكانهم او يتزحزحوا، فانا عشان احكمهم واخليهم يمشوا في مسارات محدده، يبقى لازم اعمل جزء مرتفع في الفرش من تحت كده، وجزء مرتفع في الفرش هنا برضو، بحيث يبقى يجي عندي هنا العربه تكون بالمنظر ده، تكون شايفين انتوا المنظر ده، بيكون 8 تانيه راكبه عليها من فوق، تمام، وهنا 8 راكبين على 8 اللي تحت، بحيث ان ده ما يتحركش يمين ولا شمال، يحكم ان الشكل يمشي رايح جاي كده، بس ما يطلعش لا هنا الا كده ولا كده، يروح ويجي كده، انما ما يطلعش يمين او شمال. يبقى احنا في الامتحان هنرسم الجزء ده والجزء ده وخطين في النص دول برضو، يعني ده كمالة القاعدة والفرش، يعني ده كله عبارة عن قطعة واحدة، ده قاعدة او فرش المخرطة. يبقى دي اول حاجة في المخرطة. يبقى احنا عندنا شايفين انتوا المنظر ده، كل الجزء ده، الجزء ده كله اسمه قاعدة وفرش. شايفين انتوا الجزء اللي من فوق ده، ده التيرستوك، وده الكارج او العربة بتاعتنا. فاحنا عندنا ده بيتحرك كده رايح جاي، وده بيتحرك رايح جاي، ده الحركة الوحيدة المسموحة ليهم ان هم يتحركوها، انما ما ينفعش ان انا اخليهم يروحوا كده او يجوا كده، ما ينفعش ان هم يجوا كده او يروحوا كده. وبرضه نفس الكلام هنا، فانا عشان امنعهم من كده رحت عملت ايه؟ رحت عملت المنظر التمانيات ده، بحيث لما يجي عندي العربة نفس الكلام فيها التيرستوك من جوه في مجاري، طبعا الرسمة مش موضحة، بس من جوه في مجاري راكبة على المجاري اللي من تحت، ونفس الكلام من هنا في زي مجرة بتركب عليها، زي عاشر ومعشوق او زي البروز والنتوءات. لو شفتوا اي حاجة، اي تجميع او اي تركيبة، لازم يكون في بروز ونتوءات، عشان لما يحصل الاتنين يركبوا على بعض يحصل تعشيق تام، وما يحصلش ان حاجة تتخلع من بعضها. فلازم نعمل كده في ايه؟ في فرش المخرطة. يبقى ده عندنا الفرش ايه؟ المخرطة بكل بساطة. انا طولت فيه بس عشان تفهم ليه الرسمة بتاعته بالمنظر ده، يعني انا ليه عامل المنظر ده، اكيد لسبب. فده عندنا فرش ايه؟ المخرطة. تاني حاجة عندنا بقى اسمها ايه؟ الغراب الثابت، اللي هو الهيد ستوك. ويثبت الغراب الثابت على المخرطة من الناحية اليسرى كما هو مبين بشكل 5. سيبك من الشكل اللي عندك، خليك معايا على الشكل ده. انت عندك ده اسمه هيد ستوك، شايفين الجزء ده كله كده، الجزء ده كله كده، ده اسمه هيد ستوك، تمام. جواه حاجات، طبعا جواه حاجات، بس احنا بنسميه بس كده دلوقتي، ده اسمه هيد ستوك. ده بيكون في ايه؟ لو انت باصص من الناحيه دي، هو بيكون على شمال المخرطه، ده اسمه الهيد ستوك. ويستخدم في نقل حركه الدوران، وهي حركه القطع الرئيسيه اللي احنا كنا اتكلمنا عنها، هي حركه قطع لم مشغوليات، حيث انه يحتوي على عمود الاداره مجوف ومجهز من الامام لتثبيت ادوات ربط وتثبيت المشغوليات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي الجزء ده بيلف؟ لا، الجزء ده مش بيلف، الجزء اللي بره اللي هو تشك ده، الظرف هو اللي بيلف، جواه في زي مجموعه تروس او في مسارات بتسمح ان الجزء اللي بره ده يلف. يعني احنا هل ده هيلف ازاي؟ اكيد في موتور واصل عندي من جوه، وبعدين جير بوكس او صندوق تروس متوصل معاه، وبعدين متوصل للظرف ده، تمام. فبكل بساطه بيقول لك ان هو ظرفه ان هو بيحتوي على عمود اداره مجوف. يعني ايه عمود اداره مجوف؟ يعني انا لما اكون عايز اركب عندي شغل على المخرطه من هنا لهنا، هل انا عندي شغله طولها من هنا لهنا؟ طب لو عندي انا شغله اطول من المخرطه دي كلها، طولها اطول من المخرطه، هعمل ايه؟ فلازم ان انا اثبت الشغله هنا واروح ادخلها في العمود ده. كل الجزء اللي جوه ده فيه زي حاجه مجوفه من جوه، بس تطلع من الناحيه الثانيه. شايفين انتوا الجزء الدائري اللي ورا ده؟ الشغله عندي لو طويله هتخش من هنا وتطلع من الناحيه دي، فالعمود ده كله مجوف للداخل، تمام. بحيث لو عندي شغله طويله يبقى انا هثبتها من هنا، اخرها هنا. ده ما ينفعش، ده اقصى حاجه يليه ان هو يكون في الحته دي، ما ينفعش يطول عن كده، تمام. فانا في الحاله دي اروح اعمل ايه؟ اروح اعدي الشغله الطول اللي عندي في الشغله ده، ودي فين؟ ادخله في الحته المجوفه دي واطلعه من الناحيه الثانيه. يبقى انا عندي الشغله بتاعتي مربوطه بدايتها هنا،
تمام، والباقي بتاعها كله في الجزء المجوف ده وطالع من الناحية التانية. تمام، يبقى ليه احنا قلنا ان عمود الإدارة ده مجوف؟ عشان يسمح ان انا اثبت عليه الايه الشغلات الطويلة. بيقول لك ومجهز من الامام لتثبيت ادوات الربط المشغولات بيه. هنتعرض ليه طبعا، احنا عندنا التشك ده في منه نوعين بس، هو في مجموعة، احنا هو بيتكلم هنا عموما ان في مجموعة لربط وضبط الايه الجزء الشغلة بتاعتي. انا عندي شغلة هتلف فلازم اثبتها، فثبتها ازاي؟ بادوات او بمجموعه ربط مشغولات، دي بتكون موجوده برضو في كل الجزء ده الهيد ستوك. يبقى الهيد ستوك فيه التشك، والتشك هو اللي بيشيل الشغله بتاعتي. تمام، يبقى ده الهيد ستوك او الغراب الثابت. سيبكم انتم من الانجليزي اللي انا بقوله، اللي كنتم في العربي اسمه ايه؟ الغراب الثابت. احنا عندنا بقى ايه؟ صندوق التروس او الجير بوكس. اي حد فيكم بيسوق عربيه اكيد بيبقى فيه نقلات في العربيه، اول تاني تالت رابع. انا فايده صندوق التروس ده ايه؟ ان انا اعمل سرعات. يعني انت بتشوف في العجله مثلا، لما تكون انت سايق عجله تلاقي عندك الطاره اللي انت بتلف بيها او اللي انت بتحركها برجلك بيكون الترس كبير، تمام، ورا بيكون الترس ايه حجمه صغير. ما حد اكيد اكيد ده ليه حكمه، اكيد ان انا بعمل تكبير للسرعه. يبقى انا لما اعشق ترس كبير ما ترس صغير يحصل ان السرعه ايه تكبر. تمام، نفس الفكره في العربيه، ان انا مدي نقله اولى وثانيه وثالثه انا بعمل تغيير سرعات. نفس الكلام في المخرطه، انا لما يكون عندي موتور معين، انا لما اكون بشتري موتور كهرباء، هو هنا الموتور مش باين ليكم في الرسمه بس وليكن يعني ان هو الموتور مثلا في المنطقه دي. تمام، انا عندي الموتور ده بيكون جاي انا مشتريه اوريدي، هو ليه سرعه دوران وليه عدد لفات في الدقيقه، تمام، بالار بي ام بتاعه. فانا مش هينفع اغير في ده، هو الموتور كده. فانا عشان اتحكم في السرعه، يعني اعمل يعني انا فايده السرعه ايه؟ اغير السرعات ليه؟ لان انا عندي ماتيريال بيشتغل على سرعات عاليه، وماتيريال بيشتغل على سرعات واطيه وهكذا. فانا عشان اتحكم في السرعه لازم يكون عندي صندوق تروس عشان اغير منه سرعه ايه؟ سرعه المخرطه بتاعتي. فانا بيكون عندي صندوق التروس ده بيقول لك يحتوي الغراب الثابت اللي هو اللي فوق ده كله برضه، يحتوي على صندوق التروس. تمام، وتدار التروس عن طريق محرك كهربائي موتور موجود داخل قاعدة المخرطة، وتنتقل الحركة الدورانية للتروس من الموتور عن طريق مجموعة من السيول بشكل حرف V. تمام، كل ده انا مش عايزك تعرف التفاصيل دي كلها، بس هي الفكرة ان انا عندي موتور بيدور صندوق تروس، فهبصل الموتور لصندوق تروس عن طريق سيف زي اي حد بيشوف طارة موتور في طارة والناحية التانية في طارة وفي سير ما بينهم بيحركهم، ده شيء بديهي يعني. فصندوق التروس ده عندنا تمام كله كده على بعضه، جوه فين مكانه فين؟ موجود هنا في الهيد ستوك، جوه الهيد ستوك، والموتور متوصل معاه عن طريق سير. فالموتور يلف يدور السير يشغل الجير بوكس او صندوق التروس يشغل التشك اللي بره ده، فالشغله بتاعتي تلف. تمام، فكرته ان انا اتحكم في ايه؟ في السرعات بتاعتي. عمود الاداره، تمام، يقول لك يوضح شكل 9 عمود الاداره الذي يشتمل على ملحقات لربط الشغله، ويكون مصنوع من صلب خاص ذات متانه عاليه، وهو عمود مجوف ليسمح بوضع الشغلات بداخله. احنا زي ما قلنا ان احنا شايفين الجزء الداش ده، الداش اللي فوق ده والداش اللي تحت ده، ده معناه احنا في الرسم الهندسي خدنا ايه؟ معناه ان الجزء ده مجوف. فانا لما بركب شغله بتاعتي من هنا لو طويله تعدي في كل ده وتطلع من الناحيه الثانيه، يبقى ده هو عشان كده احنا عاملينه ايه؟ مجوف. يبقى عمود الاداره الذي يشتمل على ملحقات لربط الشغله ويكون مصنوع من الصلب خاص ذات متانة عالية، وعمود مجوف ليسمح بوضع الشغلات بداخله، وعمود الاداره يكون افقيا ومغذيا لمجاري الفرش، ويوجد في احدى نهايتي عمود الاداره استدقاق مسلوب داخل. كل التفاصيل المكتوبه دي انا مش عايزكم تعرفوها، انا عايز اعرف بس ان انت هتعرف عندي في فرش وغراب ثابت وصندوق تروس وكلمتين في كل حاجه. كل الكلام ده انا مش عايزك تعرفه، ومصنوع من كذا، كل ده مش عايزك تعرفه. ممكن تبقى عارف شكله بس، اللي هو ده شكل العمود بيكون بالمنظر ده، وممكن ما تبقاش عارف شكله ان هو انا ما شفتش قبل كده سؤال طلب رسم عمود الاداره او الاسبندل. طب المكان عمود الاداره ده موجود فين؟ برده موجود عندنا جوه الهيد ستوك. يبقى الهيد ستوك بتاعنا في ايه؟ في جير بوكس جوه، تمام، وفي في مقدمته تشك اللي هو الظرف، وفي جواه عمود اداره. كل ده في الهيد ستوك، تمام. يبقى احنا شرحنا كل ده في الغراب الثابت، تمام، جواه صندوق تروس وجواه عمود ايه؟ اداره. يبقى ده الاول اجزاء المخرطه، تمام. ده فايدته ايه؟ غراب ثابت
ان هو بيحتوي على بيستخدم في نقل حركة الدوران، حركة القطع، يعني هو اللي فيه المجموعة اللي بتحرك الشغلة بتاعته. تمام، صندوق التروس ده فايدته ايه؟ فايدته ان هو بيغير السرعات بتاعتي. تمام، ولازم يكون عندي في اي حاجة بتتحرك صندوق تروس. طبعا عمود الادارة ده عبارة عن عمود مجوف بتشيل جواه الشغلة، والشغلة بتاعته طويلة. تمام، عشان تعدي من الناحية التانية. كل ده موجود في الغراب الثابت او الهيد ايه ستوب. نيجي بقى لأهم حاجة، احنا قلنا ان احنا عندنا ايه، شايفين انت الجزء ده، الجزء ده كده اهو اهو، ده اسمه عربة او كاريج. تمام، الجزء ده بيروح رايح جاي، يعني بيروح شمال ويمين شمال ويمين. تمام، طب ده فايدته ايه؟ ده من فوق كده في حاجة اسمها تول بوست، تول بوست او مقلمة او حامل اقلام. حامل الاقلام ده هو اللي بحط فيه القلم بتاعي اللي بيتلامس مع الشغلة فبيبتدي ياكل فيها. فانا لو ما عنديش الجزء ده انا هثبت القلم على ايه؟ فلازم يكون عندي ايه؟ عربة. فهو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك العربة تتحرك حركة أفقية بين الغراب الثابت، يعني هي المجال الوحيد المسموح لها انها تروح فين؟ تتحرك ما بين ده وده، ده الغراب الثابت وده الغراب المتحرك، تتحرك ما بين ده وده، حركة أفقية ما بينهم. يبقى دي اسمها ايه؟ دي اسمها عربة أو كارش. تتحرك العربة حركة أفقية بين الغراب الثابت والغراب المتحرك على المجاري الأفقية في الفرش والسابق توضيحها. فتقوم العربة بإيه بقى؟ فايدتها إيه؟ ده اللي إحنا كنا لازم نكون عارفينه. تقوم العربة بحمل أدوات القطع أثناء عملية القطع، وتتلقى القوى المتولدة على حافة أداة القطع وتنقلها إلى الفرش. زي ما قلنا إن إحنا عندنا الإجهادات بتتنقل من القلم للعربة للفرش للأرض. تمام، ده ترتيب نقل إيه؟ الإجهادات. يبقى ده فايدتها، تقوم العربة بحمل أدوات القطع أثناء عملية القطع، وتتلقى القوى المتولدة عند حافة أداة القطع وتنقلها إلى الفرش. ويلزم أن تكون العربة متينة البناء للوصول أو دقة التشغيل عليها ومنتظمة كما في شكل 10. تمام، يقول لك العربة بتتكون من إيه؟ بتتكون من حاجة اسمها رسمة طولية ورسمة عرضية. طيب يعني إيه رسمة طولية ويعني إيه رسمة عرضية؟ فعندنا بتتكون من رسمة طولية، المركبة مجرى أخرى في خلق العربية فوق العربة تنزلق عليها وتوجد في أعلى الرسمة مجاري انزلاق مستعرضة حرك فيها حامل أقلام. تمام، كل اللي انت شايفه ده كله انا عايزك تعرف ان في حاجه اسمها رسمه طوليه ورسمه عرضيه. يعني ايه رسمه طوليه ورسمه عرضيه؟ تمام، انا عندي هنا اللي هي الدوائر دي، انا عندي ان انا القلم بتاعي متثبت في النقطه دي متلامس مع الشغله وهي راكبه هنا، فانا عايز ادخل القلم لجوه، عايز احركه لجوه او اخليه يخش جوه. فانا كده بعمل ايه؟ بعمق الدبث افقات بتاعي، يعني انا باكل اكتر في المعدن لما ادخل القلم لجوه. فاحركه ازاي؟ ده عن طريق حاجه اسمها الرسمه الطوليه، ان هو احرك القلم لجوه كده راسي. طب لو عايز احرك القلم على جسم الشغله كده يمين او شمال، دي اسمها رسمه عرضيه. في بكره هنا وبكره هنا، البكره دي تحرك ده لجوه وده بتحرك العربيه، يعني دي البكره دي بتزق القلم لجوه وتطلعه، والبكره الثانيه بتحرك العربيه يمين وشمال مانوال. مانوال يعني ايه مانوال؟ لان انا وانا مشغل المخرطه العربيه اوريدي بتتحرك لوحدها اوتوماتيك، انما لو انا بشتغل بايديا فهوقف الدراع الاوتوماتيك واشتغل انا احرك وادخل بايديا. يبقى ده فايده الرسمه الطوليه والرسمه العرضيه، كل ده موجود في ايه؟ في العربه بتاعتي. تمام، في عندنا بقى ايه؟ صندوق التغذيه فيد بوكس. هو يقوم بنقل حركه من مجموعه التروس لتحريك عمود التغذيه الذي يتحكم في حركه العربه والرسمه، كما يقوم باداره عمود اللولة كما موضح في شكل ايه 11. فين شكل 11 عندنا؟ ده عندنا مش شايف فين شكل 11. المهم يعني صندوق التغذيه الفيد بوكس يقوم بنقل حركه من مجموعه التروس لتحريك عمود التغذيه الجار الذي يتحكم في حركه العربه والرسمه كما يقوم باداره عمود اللولة كما موضح بالشكل. حلو، احنا عندنا ايه؟ عندنا في هنا عمود 1 2 3، الجزء ده كله كده اسمه الفيد بوكس. في حاجه زي هنا كده اسمها جايه من هنا من الصندوق من الستوك بتاعنا اسمه الفيد بوكس. فايده ده ايه بقى؟ فايدته ده عباره عن عمود الاوز والعربه جواها فيها الاوز، فلما تلف الاوز على الاوز العربه بتاع ايه اللي هيخلي العربه بتاعتك تتحرك من يمين لشمال؟ لازم يكون في عربيه في الاوز في عمود، والعربيه نفسها يكون فيها لوز داخلي فيلف في حركه العربيه يمين وشمال عن طريق انه يعكس الحركه بتاعته، سواء كان بيلف كده او بيلف كده. فالجزء ده او المجموعه دي اسمها الفيد بوكس، هي مسؤوله عن تحريك ايه؟ العربه ايه بتاعتنا. تمام، عندنا بقى ايه؟
اسمه ده هو شكل 11 اهو. ده برضه عبارة عن حاجة شبه برضه ايه، شبه صندوق التروس، يشبه له بالظبط. ده عندنا ده، هو ده على فكرة السير اللي كنت بقول لكم عليه، وده الطارق. تمام، نيجي بقى حاجة اسمها صندوق الإقلام. هو الصندوق المخصص لربط أقلام ايه، أقلام الخراطة، وهو يتحرك طوليا مع الرسمة الطولية، ويتحرك عرضيا مع المنزلقة العرضية، أو بالجمع بين الحركتين للحصول على أشكال مخروطية. يعني ايه الكلام ده كله؟ احنا عندنا هنا من فوق كده الجزء اللي فوق ده، ده اسمه التول بوست. الجزء ده هو اللي بيكون شايل عندي القلم بتاع الخراطه بتاعتي، يعني هو اللي بحط فيه القلم بتاع الخراطه بتاعي. ممكن احط عليه قلم واحد، ممكن احط عليه كذا قلم، ممكن احط حد 4 اقلام. تمام، فاحنا ده اسمه ايه، ده اسمه صندوق الاقلام او التول بوست. هو المسؤول عن ربط الاقلام الخراطه وتحرك طبيعي. انا مش انا مثبتهم على العربه هنا، وقلنا في رسمه عرضيه وفي رسمه طوليه، فهو اصلا انا بلف الرسمه الطوليه او العرضيه عشان احرك القلم لجوه، او احركه يمين او شمال. ده اسمه صندوق الايه، الاقلام. في حاجه كمان عندنا اسمها الايه، الغراب المتحرك، او التيل او التلستوك. تمام، التلستوك ده عباره عن ايه، يقول لك الغراب المتحرك او غراب الذيل، هو يعمل بمثابه مسند خلفي للشغلات الطويله المربوطه بالظرف او الصينيه عن طريق الزومبا، التي تثبت كما يستخدم لتثبيت البنطه بدلا من الزومبا خلفيه في حاله عمل الثقوب المركزيه في الشغل، ويتحرك على المجال. بصوا كل الكلام اللي انتم شايفينه ده، انا مش عايزكم يعني تتخضوا من الكلام، موضوع بسيط. احنا عندنا الغراب المتحرك ده فايدته سند او مسند خلفي للشغلات الطويله. يعني انا عندي الشغله بتاعتي انا مثبتها هنا، وخلي ان الشغله دي طويله لحد هنا، فطبيعي جدا لما تيجي تلف هيحصل ان العمود يعني هما بيسموها هيلب، او هيلب او مش هيبقى مش هيلف يعني هيبقى السنتر بتاعه مش مظبوط، مش هيلف حركه دائريه منتظمه. زي ما انت تجيب حاجه كده وتقعد تدورها بايديك، حاجه تكون طويله وتدورها عمرها ما هتلف دوران منتظم، فلازم ان انا اسندها. فاسندها ازاي؟ ان انا اثبت حاجه اسمها هنا زومبا. تمام، والزومبا دي متركبه في التليستوك، فالتليستوك ده بيزنق الشغله ما بين هنا وهنا. الشغله بتاعتك تكون متثبته من هنا لهنا، من هنا لهنا. ده اسمه ايه، ده اسمه تيل ستوك. غالبا الفيديو اللي احنا شفناه اهو، شايفين الظرف هناك اهو، الظرف كان هناك، ودي عندي الزومبا، فهذا مسند للشغلانه دي، ده مسند للشغلانه دي. دي اسمها، ده كله متثبت في حاجه اسمها تيل ستوك. تيل ستوك او الايه، الغراب المتحرك. تمام، يبقى ده فايده التيل ستوك. كده احنا تقريبا خلصنا معظم الحاجات. في حاجه بقى يقول لك ايه،